حلو، مش عاجبني. يا ضايا ده مجرد تيست، انا بفرجك على التصاميم بس. لا مش عاجبني خالص بجد، وبعدين صنعة في مصر كانت احلى بكتير، وقلت لك كده 100 مرة. سيبك من الاسم يا ضايا، الخط ايه رايك فيه؟ بذمتك ده منظر لوجو ابلكيشن؟ ده اللي عندي، اشتغل انت بقى. اتفضل ونفتح الباب. مساء الخير يا استاذ جو. مساء النور يا عم سالم. ما تاخذنيش، هو مش حضرتك قلت لي الشقه انت واخدها عشان جامعتك قريبه؟ اه ليه؟ اه بس ما قلتليش ان في حد هيسكن معاك. حد مين يا عم سالم؟ تعالى بس معانا فهمك. ايوه يا استاذ جو، مش في انسه معاك؟ طالعه نازله بايته ولا انا غلطان؟ ما الانسه اللي معايا جوه دي تبقى مراتي. مراتك؟ اه. ده انت ما حصلتش سن نور ابني. هما كده في بلدنا بيجوزونا بدري، عقبال نور يا ابو نور. لا الف مبروك. الله يبارك فيك. بس ممكن اشوف عقد الجواز؟ اه انت عايز تشوفه؟ طبعا. هو احنا بس لسه ما استلمناهوش، يعني اول ما استلمه هاجي اوريه. ولا يهمك. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. مشمس قال نجيب 100 واد وبنت وهو هيشوفهم واحد واحد، وبعدين يبقى يقول لنا على الباقي بقى. والاتفاق ده تم امتى وفين؟ راح لهم امبارح على قهوتهم بالليل. سيب البتاع اللي في ايدك ده وكلميني. انت ازاي ما تقوليليش على الموضوع ده يا كريم؟ موضوع ايه يا اخويا؟ ما الناس اللي بنشتغل معاهم انت عارفهم وعارف مستواهم. ناس زي الفل، ما قلناش حاجه، بس لازم ترجعي لي في كل حاجه. اوعي تدوسي مع الناس دي لوحدك. انت عبيط يا مجدي. انت اللي ما انتش دريانه، انت رايحه فين وهتعملي ايه؟ انت لازم تسمعي كلامي، فاهمه ولا لا؟ انت هتعمل قلبك عليا، وانت الغرض بتاعك من كل حاجه حاجه واحده بس، الفلوس. وجايه جايه باذن الله، وانت هتسمعي كلامي. وطالما جايه جايه باذن الله، منعنا تجيب عيال ليه؟ اوه الله، انت مش بتقول ان احنا هيبقى معانا فلوس نمنع العيال ليه بقى؟ وهي كانت الخلفه منعها الفلوس يا كريمه؟ امال ايه؟ اه دلوقتي بقى معانا نامن على العيال ونعالجهم. انا قايل لك لو فتحت سيره الموضوع ده هرمي عليك اليمين. طب لو راجل ارمي اليمين وانا القافو وما خلكش تشوف طرفي. كلب فلوس. مش يمكن عشان بحبك. بص بقى يا مجدي، خلينا نقولها يا اخويا على بلاط. انت داخل الجوازه دي والغرض منها الفلوس، وانا داخله الجوازه دي والغرض منها راجل وعيال. يبقى ده قدام ده. ده الفلوس جمدت قلبك قوي يا كريم. اه قوي. عيل لا يا كريم. خلاص يا اخويا تبقى خلصت. فلوسي وشغلي مش هتشوف منهم ملين احمر، واعلى مفخلك اركابه. آه بس اوعى تقع يا اخويا. يا عويل. ايه؟ يا عويل. خساره في جتتك. تفاح. يلا يا. يا بنت افهمي يا بنت. ولا افهم ولا تفهم. Thank you.
انا عمري ما هنسى لك يا حمدي ان انت وقفت جنبي دول عن خلقه كلهم. تقول ايه يا سلطانه؟ ده انا بقى ايه الاصل لو نسيت؟ طول عمرك واقفه جنبي. تناسي لما وقفت جنبي لما وقع بيا التاكس او كاسه داير يا سلطانه. شفت يا بيه؟ سيبها تاكل عيش، ربنا يقدرها على اللي هي فيه. عليا النعمة صعبانة عليا. أنا صعبانة عليا واقفة كده والناس عمالة تبص لها بصات مش هي يعني. أي حد يقل أدبه أنت هتوقف له، وكأني ما قلتلكش أي حاجة، أي حد. ربنا يكرمك يا نعيم بيه. شوف أنت بتعمل عشانها إيه وهي بتقول عليك إيه. ربنا يبارك فيك. هو المصد ده انا نفسي امسك وشه افحصه في الطاسه اللي هي بتقلي فيها دي. سلطانه صعبانه عليا قوي. صعبانه عليكي في ايه يا بنتي؟ طالما بالحلال هي حره. ايوه بس تفتكر الناس هتسيبها في حالها؟ ايوه، ومن امتى الناس بيسيبوا حد في حاله يا بنتي؟ أقول لك حاجة، تعال روح نبارك لها. اتنين كبدة يا بنتي. من عينيا يا عم تحسين. أجيب لك مخلل؟ تنجزي يا بنتي يخرب بيت بطئك. انت هتزلينا عشان خطك حلو؟ سيبني اركز بقى. انتوا فاكرين نفسكم جايبين مأذون اي كلام؟ لا استني، انا كتبت 30/10/2001 عشان تبقى تمت ال 18. طب واكتب ايه بقى في الرقم القومي عشان لما تتمسكوا تبقى الجريمه الكامله؟ الله وانتي الصادقه، اسمها الجريمه الهبله. يا سكر. ما تبس بقى انتوا الاثنين، مش طالبه الجو بتاعكوا ده، اهدوا كده. خلاص خلصتوا كلكوا؟ اكتب هنا مكان الرقم القومي اي حاجه. كمان انتوا جبتوها ازاي دي؟ خرب بيتكوا يا ناس لابليس. هنكون جبناها منين يعني؟ اكيد من على النت. بعدين انا هصور صوره واديها له. طيب مبروك يا عرسان. ما تشغليش دماغك بالناس يا سلطانه. والله العظيم هيجي يوم اللي بيشمتوا فيك دول هيتمنوا نظره رضا وسمح من عينك. يتمنوا ما يتمنوش، انا خلاص ما بقاش ليا فيهم. أنا دماغي دلوقتي في البيت بنتي اللي مش لاقياها، ولا عارفة هي فين ولا قاعدة مع مين. إن شاء الله ربنا مش هيصيبك في بنتك أبدا. يا رب يا حمدي. وفوزي ما اتكلمش لحد دلوقتي؟ لسه. ايه ده؟ اللي انت شايفاه